وللحديث أكثر عن تفاصيل الخطة المرورية عند ختام فعاليات سباق الفورمولا 1 معنا عبر الهاتف المقدم عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور. أهلا بك في نشرة الثالثة، هل لك أن تضعنا في الخطة في صورة الخطة المرورية المزمع تنفيذها اليوم في ختام فعاليات السباق؟ أمسي عليك بالخير ومسي على طبعا مشاهدينا الكرام. بخصوص الخطة المرورية اللي أعدتها الإدارة العامة للمرور لتنظيم هذا الحدث العالمي طبعا على حلبة البحرين الدولية، اضطرت الإدارة العامة للمرور تكثيف رجال مرور وضباط الإدارة العامة للمرور على الإشراف على تنظيم دخول وخروج المركبات في الشوارع طبعا القريبة من حلبة البحرين الدولية. وطبعا هناك عندنا طبعا بعض الملاحظات اللي احنا لازم ان نوضحها لمحبين حلبة البحرين الدولية. التعاون طبعا مع رجال المرور في اثناء التحويلات المرورية في اثناء الدخول، في بعض الاوقات احنا تضطر الإدارة العامة للمرور ان المدخل الاول يمتلي، نحول المرور الى المدخل الثاني، فهناك شوي تعطيل من قبل السواق ان ارباك في حركة المرور لا يتعاونون، ما احنا ما نقول الكل ولكن لا يتعاونون مع طبعا هذه التحويلات البسيطة اللي هي بتخفف الضغط المروري. طبعا احنا موجودين لطبعا ضمان انسيابية الحركة المرورية وطبعا تأمين السلامة على هذه الطرقات المؤدية الى حلبة البحرين من وإلى. مقدم عادل، لتفادي مثل هذه لهذا التعطيل، ما هي الإرشادات التي تطالبون بها الجماهير التي تستخدم الطريق خصوصا بعد انتهاء سباق الفورمولا 1؟ احنا الوقت المتوقع طبعا احنا يهمنا بالإرشادات والملاحظات اللي تهم طبعا جمهور ومحبي حلبة البحرين اثناء الخروج. الوقت المتوقع الساعة 8:10 ينتهي السباق، واحنا يعني سوف نقوم باجراء التحويلات المروريه في هذا الوقت، ونتمنى من طبعا جميع الجماهير وجميع السواق الموجودين في مواقف حلبة البحرين اتباع طبعا تعليمات ضباط ورجال المرور المتواجدين في كافة التقاطعات من حلبة البحرين الدولية الى غاية شارع خليج البحرين بالاضافة الى شارع الزلات. نعم، المقدم عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.